مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. الآن في الجولة داخل مدينة الحسيمة، الحرارة المفرطة، حرارة ديال بصح. أنتم كما كتشوفوا الناس خارجين عاديين كيتسوقوا، ولكن ماشي خارجين غتسمعوا، خارجين الناس خارجين عاملين الكمامة ودايرين المسافة، والأمور ولات كتعود تدريجيا شوية بشوية. واحد الطيف الرج الله إن شاء الله، راه ما بقى قد ما فات، الفرج راه قريب إن شاء الله، وخاصنا غير نزيدو نصبرو ونلتزموا شوية المنازل ديالنا، ونلتزموا بالحجر الصحي، ونلتزموا بالتعليمات ديال السلطات. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، احنا الآن في الجولة داخل مدينة الحسيمة. الحرارة كما قلت، والحرارة راه ديال بصح. الحرارة هذه كما كتعرفوا لأنه ساكنة الحسيمة في هذا الوقت، هذه في هذا الوقت بالضبط الناس كتعود للبحر. هنايا الشاطئ كيماضو، كاين اللي كيمشي للشاطئ السواني، وعدة شواطئ هنا في إقليم الحسيمة. طبعا في الأيام العادية، وإن شاء الله راه الفرج قريب، والحجر الصحي ما غاديش يبقى إن شاء الله، وإن شاء الله غتولي الأمور كيف ما كانت من قبل. راه الناس ديال السلطات سمحوا لبعض المحلات التجارية، أصحاب المطاعم، أصحاب المقاهي، يحلوا تدريجيا، لأنه دابا الطريقة ديال أصحاب المقاهي والمطاعم بأنه يعملوا داكشي أمبورتي، يجي الواحد يطلب داكشي اللي يبغاه ويديه معاه، ماشي غيجلس في القهوة. وان شاء الله ترجع الامور تدريجيا كما كنشوفوا الناس كدور خارجه باش تقضي شغالاتها، كاين اللي غادي للسوق، كاين اللي غادي للحانوت. طبعا وحتى ترجع الامور كيف ما كانت من قبل. الآن شارع محمد الخامس في الجولة هذه داخل مدينة الحسيمة. الآن قدام الساحة ديال محمد السادس، هذه الساحة، هذه ساحة كبيرة خوتي. طبعا في الايام العاديه كتعرف واحد الحركيه كبيره، خصوصا في هذه الايام ديال الصيف، هذه الساحه هذه كتكون عامره، الناس كتجيب وليداتها، كتجيب عائلتها، لانه كيتنظموا هنا عده اشياء اللي هي جميله في هذه الوقت هذه ديال الصيف، مهرجانات ثقافيه، مهرجانات موسيقيه، وعده اشياء اللي هي جميله طبعا. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا في أقرب وقت، ونشوفوا الساحة هذه عامرة بالأطفال الصغار، والناس جايبة عائلتها، ويتنظموا هنا مهرجانات موسيقية وثقافية، وعدة أشياء اللي هي جميلة داخل الساحة هذه الرائعة والجميلة، ساحة محمد السادس. إذا احنا في الجولة، جولة في مدينة الحسيمة. احنا الآن شارع طريق ابن زياد، كنشوفوا الناس زعما خارجين بحال اللي ما كاين والو، ولكن طبعا راه عاملين الكمامات ديالهم. عاملين الكمامات ديالهم وعاملين المسافة،
كما قلت راه الامور ولات كترجع تدريجيا الحمد لله. راه شفنا بعض المقاهي وشفنا بعض المطاعم وعدة محلات التجارية اللي ما كانوش كيحلوا دابا راه حلوا، اصحاب الذهب ومولين اللي كيبيعوا الكسوة وعدة المحلات التجارية اللي يستأنفوا العمل ديالهم كما قلت رفع الحجر الصحي تدريجيا، بالخصوص هنا في مدينة الحسيمة، لأنه الناس هنا يرى شهرين ونص ما خرجوش، شهرين ونص وما سادين. كنهضر على أصحاب المحلات التجارية، أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم والمحلات التجارية الأخرى، راه شهرين ونص هادو ما حلوا وما خدموا. الحمد لله بعد ما جا القرار ديال الحكومة وقرار ديال السلطات، أصحاب المحلات التجارية يحلوا، أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم، وإن شاء الله حتى تولي الأمور كيف ما كانت من قبل. غير خاصنا نزيدو نصبروا ونلتزموا في المنازل ديالنا، ونلتزموا الحجر الصحي، ونلتزموا التعليمات ديال السلطات. راه موقع قد ما فات، إن شاء الله راه الفرج قريب. الآن في حي سيدي عابد، أحد أشهر الأحياء، أكبر حي شعبي هنا في مدينة الحسيمة، حي سيدي عابد اللي كيعرف طبعا واحد الكثافة سكنية كبيرة اللي قلت بأنه هذا أكبر حي شعبي هنا داخل مدينة الحسيمة. حي سيدي عابد اللي كان كيعرف واحد الحركية كبيرة طبعا في الأيام العادية.
لأن متتبعي قناة شوف تي في. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.